ربيع مستقر عم بسيطر على منطقة الحوض الشرقي للمتوسط يلي بيوقع فيها لبنان اليوم وبالأيام الجاية. اليوم نهارنا غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، وبيكفي على هالحال كمان بالأيام الجاية. اتجاه الهواء جنوبي غربي، الحرارة الشمس شرقت الساعة 5:37 وبتغيب الساعة 7:32، وطقسنا حلو فاستفيدوا منه. مثل العادة بنختم نشرتنا بجولة سريعة على طقس بعض المدن العربية والعالمية، وتابعوا نشرتنا 3 يوميا لتعرفوا كل أخبار الطقس دايما من الـ MTV.